عرضه قليل، لكن قام لبس يوسف البليلي وضربة جزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي. إذن ضربة جزاء يتحصل عليها يوسف البليلي، وبالطبع بالطبع كانوا يصفق على الحكم يقول له شكرا ليك، وضربة جزاء يوسف البليلي يتحصل عليها من جانب الترجي الرياضي التونسي. كان مع اللاعب شحيمة، التدخل من شحيمة على يوسف البليلي يعاد للحوار الأخير، وبالطبع الحكم كان قريب وأعلن عن ضربة جزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي. والقائد خليل شمام كيما المباراة الماضية، المباراة الدور الأول إياب ضد فريق بريميرو دي أغوستو في تنفيذ ضربة الجزاء، خليل شمام والحارس جبرات، والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. مشينا الحارس جبرات وسجل خليل شمام. إذن هدف نجم يكون حاسم في الحصيلة النهائية للقاء الذهاب والإياب بين الترجي وشبيبة بجاية. خليل شمام يضع الكرة في زاوية صعبة رغم المحاولة ورغم المجهود من الحارس جبرات. مباراة صعبة واضحة منذ البداية، وضربة جزاء إلى حد الآن ترجح كفة الترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة اللي يقودها الحكم ياكوبا كيتا. بالطبع من المعطيات أنه وثما إنذار، إنذار للقائد، إنذار لقائد في